اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج يلا نخس. حلقتنا النهارده عن رجيم فواكه الصيف. الصيف مليان فواكه كتير قوي، عايزين نستغلها ونستفاد بيها في ان احنا نخس وبلاش نتخن تاني. معانا النهارده دكتور ايهاب الشاهد، استشاري التغذيه العلاجيه وعضو بالجمعيه المصريه للتغذيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ايهاب. اهلا بيكي. اهلا بيكي. عامل ايه اخبارك؟ الاول بحييكم على اسم البرنامج، اسم جميل وبالتوفيق. يلا نخس. جميل جدا. عايزين بقى نخس من غير ما نحس، قول لنا نعمل ايه؟ هو الميزه في الصيف ان الفواكه فيه كتيره جدا، فهتغير لنا المود بتاعنا وهتكسر حاله الملل اللي بتحصل مع الدايت المتكرر. دي احلى حاجه فعلا، كلنا عايزين ناكل حاجه ساقعه وحاجه مسكره. بالظبط بالظبط. واكتر حاجه بتاثر فينا في الصيف ان احنا بنلجا للسوائل الكتيره، وللاسف السوائل بتكون كلها سكريات فبتزود الوزن بشكل سريع. فعشان كده بنقول ان في الرجيم فاكهه الصيف، يعني احنا نقدر ناخد من فواكه الصيف اللي يفيد جسمنا. ناكلها او نشربها؟ هنقولها دلوقتي ونخليها مفاجاه كمان للناس. وان شاء الله الناس تستفيد بيها. عرفنا كده دكتور بالرجيم. حلو جدا. هو بس الفكره كلها ان احنا بنخرج من الشتاء بنستخبى جوه اللبس، فما بنلاحظش الوزن بتاعنا ولا الدفوهات ولا الشيب. بننبهر في الصيف الحقيقه. يجي الصيف، يجي ونفس الصيف الخفيف وننبهر بنفسنا. نلاقي في صدمات بتحصل والحق يا دكتور انا فوجئت ان وزني زاد. فنعمل ايه؟ انا عايزه رجيم سريع. طب رجيم سريع وانا بشرب سوائل كتيره وجسمي بيحصل فيه عرق كتير، طب هجيب ازاي الرجيم سريع وانا باخد سكريات كتير علشان على الفاقد من السوائل اللي بتحصل من العرق؟ فده اللي بيكون مشكله ونقطه الصدام اللي بتحصل، اللي بيها بيحصل اضطراب زياده كبيره في الوزن مش نقصان. فهتلاقي اغلب الناس بتقول انا في الصيف انا على استعداد هبدا الجيم بتاعي، هبدا ان انا اعمل فورمه الساحل زي ما بيقولوا. أيوه. بيجي على النقيض بيحصل له دروب كبير، وزن زياده. ناكل ايس كريم ونشرب مشروبات غازيه بنضيع كل حاجه. بالظبط بالظبط. عشان كده النهارده احنا هنفاجئ الناس ان في حاجه من الفواكه بتاعه الصيف المتعدده، ومنها المانجا كمان عشان الموسم بتاعها قرب. مانجا كل سنه وانتم طيبين. كلنا بنخاف منها عشان بتتخن. بالعكس، ده ملاح وكده. ده في مفاجاه في موضوع المانجا وبتنفع كتير في الدايت بس الاستخدام الرشيد، وده اللي هنقول عليه. اتفضل يا دكتور، قول لنا بقى ايه هي الانواع بتاعه الفاكهه اللي ممكن ناكلها ونخس بيها. طيب قبل ما نبدا ونقول الفواكه مباشره، عايزين نعرف ان احنا بنتكلم على الدايت هو سلاح ذو حدين. احنا ممكن نحرم نفسنا من الجسم، نحرم حاجات كتيره للجسم ويحصل معانا كسور ومشاكل في وظائف الجسم. بالظبط. فهتلاقي يعني بيحصل ان احنا ممكن ننزل من السوائل بتاعه الجسم، وشنا يبقين فيه الشحوب والدفوهات لسه موجوده عند منطقه البطن زي ما هي، وشي خس وجسمي ما خسش، والهب موجوده زي ما هي عند المنطقه اللي انا عايز انزل منها ما نزلتش، بس وشي اللي يشوفني يقول لي مريض وتعبان، يبقى انا كده فيه هدخل في حاله نفسيه واكتئاب. يعني انا تعبان كل ده في الاخر وشي بالزبط بس اللي خس. بالظبط. ويجي بعد اسبوع عايز يوزن ويتفاجئ فرحان ان كل الناس بتقول له ده انت خاسس كوش وشك بس، فيطلع مش خاسس حاجه. ليه؟ ايه بقى ايه المشكله اللي حصلت؟ حصلت. طيب هنتفق على حاجه، هنتفق ان الجسم عباره عن ميكانيكا بتقوم كل فيها تروس، والتروس كل واحده ليها وظيفه. لو فقدنا ترس من التروس الجسم كله هيكلته بتضيع. بمعنى اصح احنا عندنا الفيتامينات، عندنا المعادن، عندنا الميه، عندنا الكربوهيدرات، عندنا البروتين، عندنا الدهون، دول بنسميهم مكونات الاكل او النيوتريانت. بمعنى اصح الجسم محتاج ده كله. طب نيجي ان احنا مركزين على حاجه، عملنا فوكس على حاجه، على الفاكهه، ركزنا على الميه، ركزنا على البروتين بس، ركزنا على الدهون بس، فتلاقي ان في ترس وقع، حصل نقص في الحاجات التانيه. بالزبط. في الكربوهيدرات والدهون هنعوضهم ازاي بقى؟ هفاجئ الناس بقى ان اغلب الناس 80% من اللي بيعملوا دايت عندهم مشكله في ان الهيموجلوبين قليل، عندهم انيميا، فتلاقي وزن كبير قوي وعنده انيميا. ازاي؟ لان انت اصلا نظامك غلط، خليت ان في الكسور اللي حصلت وصلت ان جسمك ما بيستفادش بالاكل، فاصبح عندك مشاكل في الوظائف والفسيولوجيا بتاعت جسمك. انت لو عالجت الانيميا ديت انت حليت المشكله بتاعت الوزن تخس. يعني انت لو يكون عندك وزن زياده الجا على طول شوف الكسور بتاعت الجسم فين. يعني انا لو عندي انيميا ما ينفعش اخس، مش هعرف اخس، جسمي مش هيحرق، هتزيد وزن والله، نسبه الحرق عندي ما تبقاش تمام. طيب نعرف ايه الانيميا؟ الانيميا او الفكره كلها ان في حاجه اسمها هيموجلوبين، ده بروتين هو المسؤول عن نقل الاكل للخلايا.
عشان الجسم يقوم بوظيفته. طب الهيموجلوبين ده مش موجود، عندي نقص فيه، الجسم هيستفيد بالاكل ازاي؟ ما حصلش. فبيحصل ان الجسم متخزن بره الخلايا وعندي جوع جوه الخلايا، فتلاقي النفس عندي مش مظبوط. عشان كده تلاقي حد الانيميك عنده ضربات قلبه عاليه قوي، عمال يسمعها، بينهج، بيتعب بسرعه، يجي يطلع السلم مش قادر، يحصل له اعياء. ده كله بسبب ايه؟ مفيش طاقه داخله للخلايا. طب يحصل ايه؟ قصور في كل الجسم، انا باكل وما بستفادش بالاكل. طب يحصل ايه؟ بيتخزن بره جسمي، فيطلع عندي بطن، يطلع عندي هب، يطلع عندي دفوهات كبيره، فلانكس، جوانب، عندي مشاكل في منطقه الظهر. طب انا بالنسبه لي المفروض ان انا حد وزنه زياده ما يكونش عندي انيميا؟ لا، ده انت عشان عندك انيميا وزنك لازم أن يبقى زياده. فدي القاعده. يبقى انا بالنسبه لي يعمل ايه ساعتها بقى؟ يبقى الصح ان انا بنتكلم على اعرف جسمي مشكلته فين، اعمل تحاليل الاول. لازم لازم أشوف انا شخص دلوقتي انيميا ولا ما عنديش انيميا، عندي غده ولا ما عنديش غده. ده رقم واحد. الف ب بنسميها في الاسسمنت، ان انا بالنسبه لي انا شخص بياكل عادي زي كل الناس وبيتخن وزني بيزيد، يبقى ايه المشكله؟ الجا على طول اعمل تحليل على طول. ما اخدش ان انا بالنصايح اللي هي حد جربها، صاحبتي جربت، ماما جربت، فلانه جربت، فانا هقلدها تقليد، اعمل ان جاب مفعول. يعني هي الست هتكذب عليا فانا شايفاها خست. عامل زي اللي بياخد انتي بيوتيك وهو مش موصوف له انتي بيوتيك، فبتلاقي ده مش بتاعك، ده مش لجسمك، فبيحصل ضرر كبير. فتلاقي انه يقول لك ايه، الريجيم كان فيه مشكله، انا عملت الريجيم اللي الدكتور اداه لصاحبتي، عملت الريجيم اللي اداه لصاحبي وزاد وزني، ما خستش عليه، لانه مش بتاعك، انت عندك قصور. كل مش جسم مختلف، محتاج رجيم معين. يبقى رقم واحد ان انا بالنسبه لي عايز اعمل دايت واعمل دايت صح بدون ما اوصل لمرحله الحرمان، لازم اعرف صحه جسمي. انا زايد في الوزن يبقى عندي خلل، لو انا باكل قليل وزني بيزيد يبقى عندي خلل، لو انا باكل كتير وما بزيدش وزني يبقى عندي خلل، لو انا بالنسبه لي بعمل رياضه وزني ما بينزلش يبقى عندي خلل. يبقى اعرف احط ايد على الجرح فين وابدا احط الاساسيات بتاعتي المظبوطه، بعد كده اختار الرجيم المناسب ليا او اخصائي التغذيه هيقول لي ايه الرجيم المناسب لحالتي الصحيه والسعرات اللي انا محتاجاها، والحرق عندي هيبتدي ازاي وهيشتغل ازاي. كلام مظبوط، كلام مظبوط. طيب احنا ليه بنقول موضوع الصيف؟ للاسف في تقليع او في ترند كبير في الكيتوجينيك، الكيتوجينيك دايت. انا من الناس اللي بتقول ان الكيتو ده لحالات مرضيه، ولو استخدمناه بنستخدمه في الشتاء، ده بتاع السيزون بتاع الشتاء. اكل تقيل قوي، كله دهون بالظبط، كله فات، الدنيا حر قوي، محتاجه دهون. الناس اللي بتعمل كيتو الايام ديت لا، معاناه، عندهم مشكله كبيره، فممكن يقوم سايب الدايت كله. فعشان كده احنا بنقول رجيم الفواكه، الصيف ده هيكون تايتل ليهم وترند الصيف ده، والناس هتبقى مبسوطه بيه، بس برضو مش هنقوله دلوقتي. مش هنقوله دلوقتي، خليها مفاجاه. طيب الرجيم فواكه الصيف عامه، او ايه اللي ينفع لمين عامه؟ احنا بنتكلم ان الفواكه تنفع لكل الاشخاص، مفيش عوارض في الفواكه الا في حاله الاسراف الكتير. امتى بقى يكون اسراف؟ لما يكون بنتكلم على كميات كبيره، ان انا معتمد على الفاكهه بس، ما باكلش حاجه تانية غير الفاكهه. لسه هقول لحضرتك، هو فاكهه بس كله ولا هناخد برضو في كربوهيدرات وهناخد نشويات وهناخد سكريات وهناخد كل حاجه زي انا لو اعتمدت على فاكهه بس يبقى انا كده بضر الناس. هناخد كل العناصر طبعا، بس بنتكلم على اولموست هيكون على الفواكه بتاعت الصيف، وهيكون حاجه شيقه مش حاجه كئيبه ولا هيكون فيها طف للناس. الفكره كلها ان الفاكهه سلاح برضو ذو حدين. عندنا الفاكهه فيها فركتوز. الفركتوز من الدراسات الاخيره الجاد لاين 2017، عندنا مشكله مع الفاتي ليفر، يعني دهون الكبد بتزيد مع الفركتوز. فتخيل بقى انت بتاكل فاكهه كتيره وانت عندك دهون كبد، فساعتها مشكله كبيره على. وانا فرحان ان انا باكل فاكهه وباكل حاجه صحيه، انا هعيا ليه؟ انا مش مصدق نفسي. فمشكله كبيره. اغلب للاسف اغلب مصر عندنا فاتي ليفر بنسبه بتتراوح من 10% ل 20%، بس اغلبنا عنده دهون كبد، وبيضاهينا في النسبه الهند، فتلاقينا كده ماشيين بالتوازي مع الهند في نسبة الدهون الكبد. فعشان كده لما هنقول على الفاكهة هنقول برضو ان كل جسم ليه كمية الفاكهة بتاعته وانواعها، تمام؟ فالفاكهة ما بتتعارضش مع حد الا في حالة الاسراف. الناس اللي عندها دهون كبد ساعتها بنقول له خلي بالك انت هتاكل الفاكهة، بس مش زي اللي ما عندهش دهون كبد، زي الشخص الطبيعي بالظبط كده. يبقى مفيش عوارض. الشخص اللي عنده سكر كمان ولا دهون كبد؟ جميل. لا، الشخص اللي عنده السكر احنا عندنا نوعين من الفواكه، عندنا نوع اسمه لو جلايسيميك اندكس او مؤشر السكر بتاعه قليل، فساعتها يقدر ياكل منه، بس مشكلته فين؟ في الكميه مش في النوعيه.
عندنا في نوعيات من الفاكهه هاي جلايسيميك اندكس، نقول له لا يا بتاع الدايبيتك انت مش هينفع معاك الهاي جلايسيميك اندكس هتضرك، فساعتها حتى لو خدت كميه صغيره، حتى لو خدت كميه صغيره. عشان كده احنا بنقول الدراسات مهمه، العشوائيه تضر، ففي اي مجال لازم تلجا للمتخصص، ده مهم جدا. تقول له حالتك الصحيه وتقول له طولك وتقول له وزنك وهو يقرر يديك ايه بالظبط، ما تمشيش عشوائي على فلان وعلان خالص. عشوائي يبقى ما تلومش غير نفسك، هتتعب ومش هتخس برضه، ومش هتتعب نفسك على ساعتها هتكره الموضوع كله. خلي بال حضرتك ان الدايت مربوط بحاجتين، بالمود والموتيفيشن، واغلبنا مع كورونا حصلت مشاكل ستريس عاليه، مشاكل وصلت للدبريشن العالي، اكتئاب، في ناس كتيره كانت متفائله بالحياه، ناس مكتئبه من غير حاجه اصلا. لا زاد. يعني هو زاد الاكتئاب طبعا بعد كورونا من كتر ما احنا خايفين نعيا، والناس اللي عيت مرت بالتجربه خافت اكتر. يا فندم احنا وصلنا لمرحله 2020 الكيرف بتاع الخوف من الليل ان هو يجي وصل لمرحله كبيره، الكيرف وصل 90%. مع الحظر بيتقفل علينا الباب وهنقعد ناكل، مش هنعمل حاجه غير ان احنا قاعدين مع بعض وقاعدين بناكل بس، ما بنعملش حاجه. احنا شعب بيحب السهر، يعني شعب كان 24 ساعه تنزل موجود، الدنيا كلها فاتحه دلوقتي، الدنيا كلها مظلمه بالليل، مظلمه. فتخيل فجاه كده تتقلب من ان انت شعب بتحب السهر لان انت مقفول عليك البيت، مش شايف حد غيرك، اربع حيطان طول الفتره. واحنا بنستغل الفراغ في الاكل بس. ودي فتره مشكلة الكورونا دي كل الناس بتستغلها في الاكل بس. بالظبط بالظبط. وحتى اللي جاله كورونا في الفتره دي برضو بياكل، بياكل قاعد في البيت بياكل، يعني يخلصوا ال 15 يوم تلاقيهم حد تاني اصلا ما نعرفوش. هو ده الدبريشن على فكره، يعني ده من اعراضه ومن الحاجات اللي بتوصل، ان انت عندك نهم في الاكل، بتطلع غلبك في الاكل. دي حاله نفسيه برضو. بالظبط بالظبط. طيب احنا هنتكلم دلوقتي على، اتفقنا على شق الدايت، الدايت في حد ذاته سلاح ذو حدين، ممكن يكون بالنسبه لك يوصلك لبر الامان بدل ما تخش في دايره العمليات توصل لبر امان، وممكن يوصلك لانتكاسه تكون انت ببر امان وتوصل لمشاكل كبيره. يعني في ناس بتوصل اوزانهم عاليه وبيجي يعمل حرمان شديد في الاكل، ويكون مثال وزن 90 كيلو وكان الطول بتاعها 173، وصلت دلوقتي ان وزنها 40 كيلو. طب 40 كيلو علشان بدات ان هي ترفض الاكل خالص، افتكرت ان الدايت بالنسبه لها هو حرمان، ان هي تمنع الاكل هتخس. وصلت ل 40 كيلو مش عارفه تزيد في الوزن، حصل لها دلوقتي مشاكل كبيره، هايبوجلايسيميا، كل ما تقف تقع، بيحصل لها وصلت لغيبوبه، محاليل على طول، مشاكل في المعده، وصلت ان حصل لها سوء امتصاص شديد والامعاء التصقت ببعض، وصلت لعمليات. فده السلاح ذو حدين زي ما بنقول عليه. يبقى علشان كده العشوائيه في الدايت هتبقى مخاطرها كبيره، وكذلك ان انا اسيب نفسي وما اعملش دايت هيوصل بيا لمشاكل كبيره. عشان ولا استسلم ان انا افضل تخينه ولا ان انا اخس عشوائي. بالظبط كده بالظبط. استاذنك دكتور معانا ياسمين. الو ياسمينه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك في البرنامج. عندنا ايه؟ بقول لحضرتك انا بس متعني من منطقه الفاصل كده، ممكن حضرتك اسال الدكتور؟ طبعا يا حبيبتي اتفضلي اسالي الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي. قولي سؤالك يا ياسمين. يا اهلا بيكي يا استاذه. بقول لحضرتك لو سمحت، انا معايا اربع اولاد، ووالده قنطري مرتين ووالده طبيعي ميرتين. ما شاء الله كويس. فطبعا بطني بقى بعاني منها كتير قوي، ومش عارفه احس منها بصراحه، جسمي كله بينزل بس هي لا. طيب اول حمل حضرتك زدتي فيها قد ايه؟ نعم. اول حمل لحضرتك الزياده كانت قد ايه في الوزن؟ كانت حاجه و90. انت اصلا وزنك قد ايه وزدتي قد ايه؟ زدتي كام كيلو؟ انا قبل ما اتجوز كان وزني 56 كيلو. 56 كويس. والطول لحضرتك؟ طولك قد ايه يا استاذه ياسمينه؟ 157. كان وزن كويس جدا. طب الزياده حصلت ازاي؟ بقيتي قد ايه دلوقتي؟ اثناء الحمل، لكن دلوقتي هو 76 كيلو، بس المشكله بس في البطن. 76 كيلو. عندك اي امراض يا ياسمينه؟ نعم. عندك اي امراض بتعاني من ضغط سكر؟ لا لا الحمد لله. لا الحمد لله. انت مشكلتك في البطن بس؟ هي بس مشكله البطن بس. ترهلات في البطن صح؟ ترهلات في البطن، هي بس اللي بتزيد، لكن جسمي يعني الحمد لله كويس. نشكرك يا ياسمينه. تابعينا عن طريق التلفزيون، الدكتور هيرد عليك. ايه يا دكتور؟ طيب بالنسبه للاستاذه ياسمينه بتتكلم على دهون موضعيه بسبب الحمل، وده بيبقى اغلبه سكين لوسز مش دهون، يعني ترهلات.
فالترهلات حلها حاجتين. كان في بدايه مع الحمل الاول كان لازم ان هي تلجا للرياضه بعد ما توضع، رياضه كمان بيكون كارديو خاصه ان هي تشد الجلد عشان تبقى تايتنج للجلد. دلوقتي هي بتقول اربع اولاد ربنا يحفظهم ما شاء الله، فاحنا بنتكلم دلوقتي على ترهل عالي قوي، فللاسف الفتره اللي هي فيها هتقلل نسبه السكين لوسز عن طريق الرياضه بس مش هتبقى كلها وحلها جراحي. فاللي عندها مش دهون هي ترهلات بسبب منطقه الرحم وطبعا. طب اللي ما يقدرش يعمل عمليه يعني ايه الحل الوسط ان يعالج بيه نفسه؟ جميل، هيرضى ان هو يكون نص كميه الترهل اللي عنده هتبقى بس هي اللي موجوده، وده عن طريق الرياضه، وبتوصل من 4 شهور لثمان شهور متواصله، وبتكون رياضه مش خاصه بالاحمال، لكن رياضه خاصه بالكارديو، بالحاجات اللي هي الاسترتشنج زي التريدميل، بنتكلم على السايكلينج، بنتكلم على الحاجات اللي هي العجله المشي، الحاجات اللي هي بنتكلم عليها الدرجه، السباحه، دي هي اللي هتفيدها، لكن مش تشد عضلاتها فالترهلات تشد شويه. بالظبط، تشد الجلد بتاعها، فهو ده حلها لو ما فيش امكانيه العمليات. ما فيش امكانيه العمليات. نرجع تاني للدايت بتاعنا. اللي مشوقين فيه الناس. ايوه. هي الفكره كلها زي ما اتفقنا موضوع الدايت مهم قوي ان احنا نكون تحت ايدين متخصصين، ما ناخدش دايت ونمشي عليه وخلاص. طب الدايت عندي نوعين، نوع ان انا بمشي عليه كلايف ستايل، انا شخص بالنسبه لي حياتي حلوه، حياتي صحيه، بعيد خالص عن الفاست فود، فده اسمي لايف ستايل، بحاول احافظ على الريتم بتاعي، ولا عايز ازيد ولا عايز اخس. فاسمه لايف ستايل، فساعتها بيكون كالوري، انا بحرق قد ايه وباكل قد ايه على اساسه. طيب هنشوف سيد يا دكتور ونرجع تاني نشوف. الو، ايوه يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا مريض سكر من النوع الثاني من 10 سنين. تمام. وعملت رجيم. ايوه معاك يا سيد، كمل. وما خسيتش. الو الو، شكرا يا سيد، كمل يا دكتور. جميل. اللايف ستايل يعمل ايه بقى؟ حلو جدا، احنا بنتكلم دلوقتي على نوعين معانا، في شخص بيعمل لايف ستايل حياته النمطيه صحيه، فبيحاول يحافظ على فيها ان هو ولا يزيد ولا يقل، فساعتها لازم يحسب السعرات الحراريه اللي داخله له. انا بعمل رياضه قد ايه، فبحرق قد ايه، باكل قد ايه بقى على اساسه، فانا كده نمطي. طب الشخص التاني عنده وزن زياده، هيمشي كالوري؟ هيمشي لايف ستايل؟ ما ينفعش. لو مش لايف ستايل شويه بعد كده نعمله لايف ستايل. بالظبط كده، يبقى هي الفكره كلها لما اروح لاخصائي تغذيه ابقى فاهم ان انا هيروح ما يقوليش انت هتبقى لازم تبقى لايف ستايل، فهاخد الكلمه ابقى لايف ستايل. هتعود الاول بس اديني فرصه اخد على فهي الفكره على النظام الغذائي ده الاول. ستيب باي ستيب. بالظبط، عشان كده بنسمي في نوعين من الدايت عندنا، نوع اسمه فات دايت، اف اي دي دايت، الناس لو هتسجل معانا، وده النزول السريع في الوزن بطريقه عشوائيه. وفي النوع الثاني اللي هو الهيلث دايت اللي احنا بنسميه لايف ستايل. طب الفات دايت اللي هو طالع بقى منه كتير بقى من الدايت، الاتكنز والكيتو، واللي طالع منه رجيم الميه، واللي طالع منه البالو دايت، واللي طالع منه رجيمات كتيره ورجيم الرشاقه السريع والكلام الكبير ده، اللي هو معتمد على نوعين او ثلاث انواع من الاكل وناس الباقي. جميل. طب هل ده غلط؟ مش غلط، سيأثر في على جسمي في المدى البعيد اكيد. بالظبط، مش غلط، مش هياخد كل احتياجاته في اللونج تيرم. ان انا بالنسبه لي امشي على الكلام اللي مش صح ده لفتره طويله، ساعتها هيحصل شغل. على النظام الثاني بعد امل. اتفضل. الو، ايوه يا امل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي. كده كده وزني مش زايد خالص، و 41 كيلو وعندي 30 سنه. ما شاء الله. والطول كام يا سيدي؟ طولك قد ايه؟ طولك قد ايه يا امل؟ طولي 155. طيب يا امل، انت كده عندك نحافه صح كده يا دكتور؟ هو انت حضرتك كده 41، تجربتي قبل كده فواتح شهيه؟ لا. ايوه جربت الترياكسين والديجستين، يعني اسامي كده بس بعين زي مينا. طب في مشاكل جرثومه حصلت لك؟ انت عملت تحليل ستول؟ لا، كان في انيميا وديدان. انيميا وديدان وتعالجت؟ ايوه معالج فيها والحمد لله، يعني حاسه ان انا يعني في الاول كنت تعبانه همدانه كويس وكده بالولع، بس نفسي ان انا ازيد يعني وكده ان شاء الله. طيب هنقول لحضرتك. حاضر، شكرا يا امل لاتصالك، تابعينا. اتفضل يا دكتور، تعمل ايه يا امل؟ طيب بنتكلم على استاذه امل، هي وزنها 41 كيلو وطولها 155.
بنتكلم ان هي اخذت فواتح شهيه، طبعا كان المفروض تحت اشراف طبي لان كان عندها باراسايتس، بالظبط عندها ديدان وكان عندها انيميا، فلازم الحاجتين دول تتعالج الاول قبل ما ياخد فواتح، لان بتكون غذاء للباراسايتس الفواتح الشهيه، يعني بتأثر. ساعتها تزود الديدان والاميبا وتزود المشاكل بتاعت كارثة يعني. طبعا، فعشان كده دايما برضو ما ناخدش فواتح شهيه من نفسنا، لازم برضو تحت اشراف طبي. طبعا طبعا، هو ده للاسف في مصر الموضوع مفتوح شويه، اللي هو ايه الوصفات السريعه، ناكل مفتقه هنتخن. فاحنا بننصحها طبعا فكره ان هي تعتمد وتستمر على الفيتامينات، وخصوصا بي كومبلكس عشان تحسن الامتصاص بتاعها، لان احنا عندنا بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12، اربعه بي دول هما اللي بيحسنوا الامتصاص. يعني امل ممكن تكون بتاكل الاكله العاديه بس 70% بيتهدم، بيحصل له كاتابوليك، ما بيتهضمش بجسمها، ما بيتهضمش بسبب ان الديدان منعت ان المعده تمتص الاكل. طب ايه اللي يعوض؟ فيتامين بي، بياخد الاكل يدخله المعده يحصل له هضم. جميل، يعني هتاخد فيتامينات كمان، لازم بي كومبلكس تعتمد عليه وتعتمد عليه على طول، سواء ان هي تاخده في صوره تابلت او في صوره حقن، وطبعا الجرعه هيحددها الطبيب دكتور. يعني لازم تروح لدكتور باطني الاول مثلا، ولازم تقول له انا هاخد فيتامين بي لان كان عندي المشكله ديت، ولازم فيتامين بي كومبلكس اللي هو المركب، وفي منه الرخيص اللي هو في صوره الخميره اللي يعني موجوده. تروح لدكتور باطني تقول له اكتب لي على فيتامين مثلا، وبعد كده تروح لاخصائي تغذيه، ولا تروح لاخصائي تغذيه على طيب تغذيه رقم على واحد، ان هي هتطمن الاول بالتحليل ان الديدان راحت والانيميا كويسه، يعني لازم تتابع مع الدكتور الاول. رقم واحد. رقم اثنين، ان هي لازم تركز على موضوع الفيتامين، وخصوصا فيتامين بي عشان حسن الامتصاص، لان عندها مشكله في الامتصاص دلوقتي. رقم ثلاثه، وان هي هتروح بقى لاخصائي التغذيه، عملت اللي احنا بنقول عليه، هتروح بقى لاخصائي التغذيه يبدا يحط لها سيستم للاكل بتاعها، بتقوم الساعه كام، هتاكل ايه، وجبه كبيره، وفي نفس الوقت الرياضه اللي هتمارسها، لو مش هتمارس رياضه مش قادره عشان ما عندهاش وقت، يبقى ساعتها هيضيف لها شغل البيت من ضمن الرياضه ومع الاكل اللي يتناسب معاها، فده مهم. هي التسلسل ده مهم جدا. خلاص ده بالنسبه للاستاذه امل. نرجع بقى لموضوعنا، موضوع بقى الفات دايت. الفات دايت احنا مش بنصدم الناس، بالعكس هو محتاجينه لفتره وليكن من اسبوع ماكسيمم اسبوعين، ان انا امشي على دايت اللي هو معتمد على نوعين من الاكل او مكونين من الاكل، وبعد كده ابقى لايف ستايل، ما بقاش في شهر وشهرين وثلاثه واجي اقول ان الجميل قوي اللي انا فيه ده وعايز اسيبه بقى وارجع لايف ستايل، حصل لي مشاكل وكسور في الجسم، زي الناس اللي بتبقى في كيتوجينيك وتيجي تخش في الحياه العاديه بيحصل لها انتكاسه كبيره، جسمها بيحصل له بلوتينج كانه سفنجه ونفخت، فده بيبقى مشكله كبيره. وطبعا طلعوا دراسات ان انت عشان تتحول شفت من الكيتو للحياه العاديه لازم تبقى يومين صايم بدون اكل لمده 24 ساعه، ما تاكلش خالص، وتبدا تدخل الكربوهيدرات، قصه احنا في غنى عنها. عشان كده بنقول ايه، لو انا هشتغل على ريجيم سريع علشان يجيب مني نتيجه ويبقى موتيفيشن ليا، يبقى ده ماكسيمم ليا اسبوعين 14 يوم بس، عبال ما جسمي ياخد وخلاص، جسمي يبتدي يحرق شويه ويديني طاقه ايجابيه ان انا خسيت شويه وفرحت، ادخل بقى يبقى هو ده نظام حياه. نظام حياه بالظبط، اللي هي الستيب باي ستيب، ان انا واحد ما بينامش بدري، اجي اقول له لا انت لايف ستايل بتاعك لازم تنام بدري، ازاي؟ مش هعمل، مش متعود، هثبتك اقول لك ان انا بعمل، مش هعمل. يبقى هي فكره ان انا هعوده في اسبوع، الاسبوع الثاني بدا ان هو بدل ما كان بينام الساعه 2 بدا ينام الساعه 11، جميل قوي، عجبني جدا، فحلو. هي التدرج مطلوب، يعني عشان هو ده المفروض المده مثلا اللي الجسم ياخد فيها بس على النظام ده، النظام اللي هو السريع في النزول، اللي احنا بنسميهم فات دايت، قيس عليهم اي رجيم غير السعرات الحراريه، ده بنسميه فات دايت. الكيتو منه، الاتكنز منه، رجيم الميه منه، رجيم الزبادي، المسميات الكتيره بتاعت الرجيم على نوع واحد من الاكل، اقصى مدى ليهم اسبوعين فقط وما رجعلوش تاني. ندخل على الجهه الثانيه. طيب هنتكلم بقى على موضوع ان احنا ليه اخترنا زي ما بنقول رجيم الفواكه. احنا بنخرج من الشتاء بنلاقي الدفوهات، فبنبدا ان احنا ماشيين على النظام بتاعنا اللي كنا في الشتاء بناكل فيه دسم كتير، بس مش ماشي مع الصيف. اصبح بالنسبه لي ان انا الفتره حراره شديده وعايز اشرب سوائل كتيره، فباخد السوائل بتاعتي من مشروبات غازيه وعصاير، فبتضرني كتيره، وبلاقي الوزن عمال بيزيد ومش قادر اعمل له كنترول، بس في نفس الوقت انا عطشان عايز اشرب، طب اعمل ايه؟ طب ليه ما جربناش ان في فاكهه كتيره في الصيف ادخلها من ضمن اكلي والغي الدهون؟ هعكس كيتو، هنعكس كيتو، هنعكس كيتو بالظبط، هنشوف هنعكس كيتو ازاي بعد ما نشوف محمد. الو
ايوه محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذه مي؟ ازاي حضرتك استاذ محمد؟ انا معاكي دكتور محمد الشتاوي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بنعمة الحمد لله. يعني بيك انا حضرتك برضو ماشي مع على دكتور ايهاب. اتفضل الدكتور معاك. صديق غالي يعني. اتفضل. ازيك يا دكتور ايهاب؟ دكتورنا الجميل، ازي حضرتك؟ منور الدنيا والله. بنسعد بصوتك وبنسمع دايما نصايحك الجميله. الله يحفظك يا رب. ده انت قيمه يعني وقامه في علم التغذيه يعني، وحبيت والله ان انا اقول ان انا مبسوط ان انا شفتك النهارده على الشاشه، وتعرف الناس برضو باهميه تناول الوجبات، لان في ناس يا دكتور بتبقى عارفه ان والله انا عايز اخس يبقى ما اكلش خالص او احرم نفسي او اكل وجبه في اليوم. تمام. احنا لو دايت مش حرمان خالص، هناكل كل حاجه بس معدل صح. ايوه، اهميه بقى تناول الوجبات ووجبه الفطار ونصايحك الجميله طبعا يا دكتور ايهاب، يعني ربنا تسلم يا دكتور. وانا سعيد ان انا اتصلت بيك النهارده يعني. انا سعيد بسماع صوتك. انا اسعد يا دكتور، وان شاء الله هنستناك في حلقه جديده كمان. متشكرين ليك يا دكتور، شكرا. هو طبعا دكتور محمد بينوه فعلا على حاجه مهمه، فكره ان انا ما اخش اخد حرمان في الدايت واقول ان انا انزل وزن، طبعا ده اتكلمنا عنها. هنطلع فاصل بس يا دكتور ونرجع تاني نشوف ان احنا مفيش حرمان في الدايت. هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع دكتور ايهاب الشاهد. قلنا بقى يا دكتور، سؤال حضرتك في الفاصل كان جميل، اللي هي في دايت لاماكن معينه من الجسم. عايز اقول ان حضرتك ان اغلب المصريات والمصريين الشكل بتاعهم شكل كمثرى، يعني هتلاقي الزياده بتكون في الجزء السفلي من الجسم اكتر من العلوي، فده بيكون مشكله راجعه لحاجتين. موضوع أيوة. السهر بيأثر عندنا في جسمنا في كورتيزول بيتفرز مرتين في اليوم، مره الصبح الساعه 9 الصبح ومره بالليل الساعه 9 بالليل، يعني 12 ساعه فاصل ما بين الهرمون ده والهرمون التاني. طب ايه مشكلته؟ لما بيحصل ان انا بلخبط نومي الكورتيزول بيتفرز وبيتخزن في المنطقه السفليه من الجسم، فبيبقى عندي زياده مش بسبب اكل، بسبب سهر. عشان كده المصريين مميزين بكده، عشان بنسهر. يعني حلها ايه بقى؟ ايه الحل؟ حلها ان انا اعدل الهرمون تاني، ارجعه لطبيعته. طب هل هيرجع ما بين يوم وليله؟ لا طبعا، النمطيه محتاجه انفقاد مني مصابره شويه، ممكن توصل لي 6 شهور و8 شهور عشان اخد شيب كويس، اخد الشيب كويس بدون ما اتدخل في جسمي وبدون حتى ما اعمل رياضه، مجرد ما عدلت المواعيد تاني بدا الشيب يرجع لطبيعته. ظبط فكل حاجه ترجع مظبوطه تاني. ده اول حاجه السهر. زي على سبيل المثال المدخن مثلا، تلاقي المدخن يقول لك انا اقلعت عن التدخين المفروض صدري ينقي، فبالعكس تلاقيه بيكح كتير. بقاله كام سنه معدي تدخين. فعلشان اخلص من ده كله هياخد مني فتره. هياخد كذلك بيحصل ان الهرمون عشان يرجع لطبيعته بياخد مني فتره. طب الحاجه الثانيه، للاسف هرمون البرولاكتين بيزيد كمان مع مشتقات الحليب، يعني احنا من الشعوب اللي بتحب الجبنه قوي. وبتحب الجبنه بانواعها واللبن ومشتقاته، الرز بلبن وحاجاته. ده من الحاجات اللي بتتركز في المنطقه السفليه، هي والاستروجين اللي بيتضاف مع الاكل بتاع الفراخ، خصوصا الفراخ البيضة اللي هي اصلا مش موجود غيرها دلوقتي، اللي هو حبوب منع الحمل اللي بتضاف، فده بيعمل مشكله في هرمونات الجسم وبتتركز الدهون في المنطقه. ناكلش فراخ طيب ولا نعمل ايه؟ عندنا بدائل كتيره للفراخ، الدواجن موجود طبعا، الارانب موجوده، البط، الوز، لسه ما اتدخلتش فيها حبوب، لسه ما طلعناش فيهم في حاجه، لسه الحمد لله لسه ما قلناش عليهم حاجه، فنقدر ناخد بدائل للفراخ. اما بقى الفراخ اللي هي تربيه البيت، الفرخه اجيبها، الفرخ البلدي اجيبها، ما فيش بلدي دلوقتي، بقت عجين، فاعمل ايه؟ الفرخه اجيبها علشان اخلص شيل الجلد من عليها من الحقن، اسيبها في البيت، يعني اجيب الفرخه صاحيه هسيبها في البيت يوم او يومين. طب ما عنديش انا الامكانيه دي، ما عنديش الامكانيه. طيب يبقى ساعتها بالنسبه لي اخد الصدور وبلاش الافخاد، يعني لما اشتري الفراخ هشتري الصدور بس وبلاش الافخاد. ليه؟ لان الحقن اللي بيحصل في الوراك في الوراك الفراخ،
فعلشان كده ده الحل التاني. لو ما قدرتش ان انا اجيب الفرخه صحيه واسيبها في البيت اكلها من اكل البيت يومين عشان تنقي جسمها، يبقى ساعتها بلاش اخد الوراك وخليني في الصدور. يعني السهر والفراخ ومشتقات اللبن. ومشتقات اللبن والجبن بالظبط. بس لا ممكن، بس لازم طبعا ناكلهم بس المعدل صح. لو انا باكل بشرب كوبايه لبن الصبح وبشرب كوبايه لبن بالليل، هاخد كوبايه واحده. تمام. والجبن؟ الجبن لو انا بالنسبه لي باكل الجبنه اللي هي السوفت او السبريد، لا دي خطر كبير، هاكل الجبنه المجروشه. الولاد دلوقتي ايه متيمين بيها، بس كل السبريد اه بالظبط بنبقى فرحانين بيها دي مصنعه، لكن تمام. هاخد الجبن اللي بتتجرش يعني الجبنه القريش دي اللي هم ما بيجوش جنبها اصلا، او اي جبنه بتفتفت دي صحيه وجميله. جميل. اي سبريد لا. تمام يا دكتور. نرجع تاني بقى نرجيم فواكه الصيف، نرجع لمرجوعنا. جميل جدا. عندنا طبعا قبل ما هنتكلم على الفاكهه المتاحه والمناسبه في رجيم فواكه الصيف، نبقى عارفين ان الرجيم ده مناسب لاكتر من فئه من الفئات اللي الأشخاص. عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، سواء قرح او عندهم مشاكل امساك او جرثومه، بيعانوا من الجرثومه. عايز اقول لحضرتك ان تلتين العالم عندهم جرثومه المعده او الهيلوباكتر بايلوري. دي بتعمل مشاكل حموضه، قرحه، غثيان شديد، الام في المعده، ما بيبقاش قابل للاكل خالص، قادر ياكل، نوزي بالظبط، وفوميتنج عالي. ده اكتر ناس بتناسبهم موضوع الفواكه. ان انا ادخل القولون العصبي ده ملوش فاكهه؟ ليه فاكهه طبعا. القولون العصبي للاسف كل الحاجات الورقيه بتكون مشكله معايا عشان الالياف ما بتتهضمش، فبيبدا يحصل نفخه كبيره ومشاكل كبيره، فالفواكه بتكون في المرتبه الاحسن ليه. اما انا بقول لك هو مفيد لاصحاب القولون العصبي. القولون يبقى الجهاز الهضمي بشكل عام اكتر ناس مناسب ليهم رجيم فواكه الصيف. الناس اللي عايزه تاخد نتائج سريعه رجيم فواكه الصيف بالنسبه لي. الناس اللي بعمل الدايت في الشتاء كانت الكيتو والدهون ده بالنسبه لهم مناسب. نرطب بقى شويه، خدنا دهون كتير. أيوة نرطب شويه فاكهه. ده فاصل بالظبط كده. يبقى ده كده الناس والفئه المناسبه ليهم رجيم فواكه الصيف. طب ايه بقى الفواكه المناسبه لينا؟ طب تعالوا نشوف التنوع اللي حاصل في الصيف من الفواكه. هنلاقي كتيره جدا، منها المانجا، منها الشمام، منها البطيخ، منها بيتكلم على العنب والبرقوق بالظبط. فبلاش الفواكه الغاليه، الكيوي مش هنتكلم عنه لانه من الفواكه اللي جميله لكن طبعا افوكاتو. طيب الافوكادو دهني دهون فمش عايزينه، وكمان مش عايزينه في الصيف عشان الحراره بتاعته العاليه. فاحنا اللي يهمنا الفواكه اللي فيها ميه، اللي تغنيني ان انا ما اخدش مشروبات غازيه وفي نفس الوقت ما اخدش سكريات ميه بسكر كتيره. فهاخد من الفواكه اللي فيها ميه كتير، تين، الخوخ، المانجا. التين والمانجا متخيله. والعنب. جميل. والعنب بالظبط. طب الكميه بنخاف نيجي جنبهم عشان من كتر ما هم مسكرين، لا هيتخنونا، لا هنزيد. ما هي اللعبه فين بقى؟ ان انا هاخد الكميه بتاعتي والسعرات المناسبه لجسمي وفي نفس الوقت بالطريقه الصح. اللي احنا هنعمل ميكس في الدايت اللي هنقول عليه دلوقتي، هنعمل ميكس جميل بالفواكه ووزننا هينزل وهنلاقي شيب كويس. قول لنا على الطريقه يا دكتور معاك. طيب جميل قوي. ان احنا بنتكلمنا في البدايه ان موضوع ان الدايت الفات دايت وده من ضمن الفات دايت وده بيتعمل اسبوع الماكسيمم اسبوعين، يعني ما ينفعش امشي على رجيم فاكهه الصيف طول الصيف وبعد كده اروح لنظام تاني. هرجع تاني للهيلث دايت بتاعي واللايف ستايل وارجع بعديها بشهر اعمل اسبوعين كمان. يبقى انا كده عند الصيف اقدر منه اعمل 4 اسابيع من رجيم فاكهه الصيف بس في وسط الدايت بتاعي، في وسط الحياه الصحيه بتاعتي، وسط الاكل الطبيعي العادي اللي احنا المفروض نمشي عليها طول الوقت. بالظبط كده. يبقى انا في الصيف بدات حياتي وباكل عادي خالص، بس جيت ان انا عايز اعمل شيب كويس فاجي هعمل اسبوعين رجيم فاكهه الصيف. حلو قوي. وهرجع تاني للنظام بتاع الاعتيادي او اللايف ستايل بتاعي وارجع بعد شهر اعمل اسبوعين كمان كده. قبل ما نبتدي بقى طريقه رجيم فواكه الصيف هنشوف صابرين. الو الو. ايوه صابرين ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اتكلم الدكتور؟ يا حبيبتي اتفضلي، الدكتور معاكي. انا عايزه يا دكتور ازيد في الوزن، عايزه حاجه تزود. تزيدي في الوزن؟ وزنك قد ايه وطولك قد ايه يا صابرين؟ 54. وطولك؟ طولي مش عارفه بس انا طويله يعني. طب عمرك قد ايه يا صابرين؟ عمري 30. عمرك 30، يعني نقول مثلا طولك 166؟ ممكن. اوكي. وده كان اقل وزن انت وصلها له 45 ولا زدتي قبل كده؟ هي وزنها 54. لا والله يا دكتور مش عارفه، ورحت للدكتور قال لي خدي عسل اسمر. انت وزنك 45 ولا 54 يا صابرين؟
54. تمام. وده اكتر وزن وصلتي له يعني ما جبتيش ال 60 قبل كده؟ لا لا. طب انت عارفه المفروض وزنك يبقى كام صحيا؟ كام؟ مش عارفه والله. طب تابعينا. بشكرك يا صابرين، بشكرك على اتصالك. تابعينا. ايه يا دكتور؟ طيب بالنسبه لصابرين، هي واضح كده طبعا ان هي الموضوع معاها شويه ملخبط. هي المفروض ان الوزن بتاعها الصحي محتاج ان هي يبقى 59، يعني محتاجه تزيد 5 كيلو. فالموضوع سهل وبسيط. لو عندها مشكله مع الشهيه ساعتها برضو بنتكلم ان احنا لازم نعرف مشكله الشهيه راجعه منين. يكون في ديدان، يكون في انيميا، لازم نتابع مع دكتور الاول. لازم نشوف. اغلب الناس اللي عندها فقدان شهيه راجع ان المعده فيها مشكله، ان في باراسايتس موجوده، في اميبا. تكون حاله نفسيه يا دكتور؟ دي اغلب، يبقى رقم واحد. طب الحاله الثانيه طمنا والستول كويس والمعده كويسه، يبقى ممكن يكون في مشكله حصلت نفسيه مأثره. فده مخليها برضو يعني هي لو بتحب الاكل عادي خليها، يبقى هي حاله نفسيه لو بس طبعا هنطمن، يبقى رقم واحد زي ما قلنا في برضو الاول الدكتور نطمن اكتر ونعمل تحليل. المعده كويسه، الغده عندي ما فيهاش مشاكل، وفي نفس الوقت ما عندي فقدان شهيه، يبقى ساعتها في شك نفسي هيخش في الموضوع. طب انا مش باكل كويس ومجهودي عالي، يبقى الطبيعي لازم انا اخس. لازم اكيد اخس. لازم اخس. طب انا بالنسبه لي اكلي مش كويس، يبقى ساعتها لازم امارس رياضه عشان يبقى فاتح شهيه بالنسبه لي قبل ما اخد فواتح شهيه، لان الرياضه من الحاجات اللي بتجوع. احسن من فتح الشهيه بكتير طبعا، كتير. يعني الشخص اللي بيعمل احمال او بيمارس سباحه بعد ما بيخرج من الميه لازم ياكل، مجهود اتعمل. نرجع تاني طريقه رجيم فواكه الصيف. حلو جدا. رجيم فواكه الصيف زي ما قلنا دلوقتي احنا هنعمله وسط الدايت بتاعنا او اللايف ستايل. نقعد عليه اسبوعين وبعد كده نقعد شهر نرجع تاني النظام الطبيعي، وبعد كده نرجع اسبوعين تاني. مش هنكتر من كده، يعني كده الصيف معانا خلص. احنا عملنا اهو في شهر بس متقطعين، اسبوعين شهر بعد كده اسبوعين. طب ايه الفواكه اللي احنا اتكلمنا عنها؟ الفواكه اللي كلها ميه زي الشمام، التفاح، عفوا البطيخ، بنتكلم على التين، العنب، والمانجا. هنقول طبعا كمثرى للاسف واخده مشاكل كبيره والاعتقادات كلها غلط. المانجا من الحاجات المفيده وبنسميها من السوبر فود والسوبر فروت كمان، يعني الفاكهه حاجة القويه. قول لنا ناكلها ازاي بشكل صحي عشان لو حصلناها تقريبا الموسم ده في مشكله. ندور على المانجا مش لاقيينها. طب الفكره كلها ان انا لازم ادخل زي ما اتفقنا مع الفواكه بروتين. هنقوم نسجل بقى كلنا كده نسجل. طب قبل ما نسجل استاذنك معانا تليفون، معلش يا دكتور. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممكن اسال بس للدكتور؟ اتفضل يا ابو ادم. والله بستفسر، انا يعني بلعب رياضه وكده، كنت 84 كيلو وبعدين وصلت 77 كيلو، فجالي الدكتور قال لي يعني كان جنب الشمال وجعني، فقال لي عندك غضروف، فاضطريت ان انا اهدى شويه في التمرينات. بس بعرف يا دكتور انا 77 كيلو، يعني بقف عند نظام محدد، وبعدين لما بوزن سيزون بسيزون كويس يعني. ازيك يا ابو ادم الاول؟ نعم. ازيك الاول؟ الحمد لله رب. انت كنت بتشيل اثقال؟ لا 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 لا، انا يعني جسمي يعني واخد ان انا رياضي شويه، بلعب كوره مش عارف ايه. كوره مستمره ولا مره في الاسبوع؟ لا انا كنت بلعب سبت واربع وجمعه. كويس. طبعا لما ظبطت الموضوع الغضروف ده حبيت اخف شويه عشان تريح الغضروف عندك. لان يعني وطولك قد ايه يا ابو ادم؟ نعم. طولك قد ايه؟ 175. 165؟ 75. 175. وزنك دلوقتي 77؟ 70 كيلو. انا وزني دلوقتي بالظبط 80 كيلو. 80. 80. لما بعمل دايت دكتور بنزل لل 77 في اسبوع. اسبوع واحد؟ مش عارف اكتر. في اسبوع، وبعد كده لو ما اجي اكل اكتر يعني امشي عادي اوصل لل 80 في شهر في شهرين كده. هقول لك السبب وتابعنا. نشكرك يا ابو ادم، شكرا اتصالك. اتفضل يا دكتور. بص يا ابو ادم، طبعا ده من الاخطاء اللي بتحصل عند اغلب الناس، يقول انا بمشي على الدايت اللي هو الحرمان، فببقى جسمي بينزل بسرعه جدا سريعه. طبعا لازم هيفقد ايه؟ هيفقد ميه وسوائل، ما فقدش دهون، فاصبح ان هو اللي بينزله الخمسه كيلو اللي حصلت ميه والدهون زي ما هي. فلما بيجي يرجع في حياته طبيعيه، لانه كان في حرمان، هيبقى في شره للاكل،
هيبقى الجسم بيخزن ويرجع الميه بسهوله. بيقول بعد شهر بيرجع تاني الوزن زي ده. ده كويس ان هو بيرجع بعد شهر. ده في ناس بترجع بعد اسبوعين. فاللي انت بتعمله غلط طبعا يا ابو ادم. لازم تبقى لايف ستايل. يعني انت بقى انت وصلت لمرحله عملت دايت اسبوع لازم تبقى لايف ستايل. بس هو وزنه معقول بيتهيألي مش بس هو خايف عشان الغضروف وده طبعا حاجه تحترم فلازم طبعاً. وزنه ما يزيدش علشان الفقرات عنده ما تتاثرش. يبقى لازم نظام غذائي مستمر عليه طول الوقت. عشان كده ده لازم لايف ستايل. احنا قلنا في نوعين من الناس الفادي دايت وفي اللايف ستايل دايت. هو لازم يبقى لايف ستايل لازم. هو دلوقتي الموضوع سهل عنده 5 كيلو اب اند داون يقدر ان هو يخلص منهم بس ويغير نمطيه اكله. فده مهم كلنا بقى نجيب ورقه وقلم ونبتدي نسجل الطريقه بتاعت رجيم فواكه الصيف. حلو جدا حضرتك. عندنا من افضل البروتين اللي الجسم بيحتاجها عشان العضلات بتاعتنا وعشان الامتصاص هي البروتين اللي بنسميه الهاي فالو بروتين اللي هو البروتين الحيواني او السهل الهضم والسريع واللي فيه احماض امينيه اساسيه. ده موجود فين؟ متوفر طبعا في البيض. تمام. فاسهل بروتين اخده وهستفيد بكل البيضة من البروتين محتواها 7 جرام أخدتهم كلهم بروتين ده بالنسبة لي في البيض. يبقى كده الصبح لازم هيكون في 2 بيضة اللي هي معدلها في البروتين 14 جرام والكالوري بتاعها ما بيعديش 90 كالوري. بيضتين بس مسلوقين. جميل. بيضتين مسلوقين. طب لو أخدتهم أومليت أو بزيت يبقى أنا براعي أن يكون الزيت بالنسبة لي زيت من الكانولا أو زيت الذرة ونقطة صغيرة خالص مجرد بعمل ده الطاسة بتاعتي انها تبقى سهلة في الاستخدام. يبقى نقطة واحدة مش اكتر. لو بلاش عيش بقى. جميل جدا. انا هنا بقى هاخد الفواكه هي البديلة بالنسبة لي للكربوهيدرات السريع. هي دي بقى فاكهة الصيف. ايه بقى؟ حلوة. الصبح من افضل الفواكه اللي بتتاخد الصبح علشان خاطر المعدة جريب فروت. لا برتقال. للأسف الجريب فروت والبرتقال من الحاجات الأسيديتي فيها عالية وبتعمل مشاكل على المعدة. اللي باخد منه 7 حبات عنب علشان الجلاكتوز اللي فيه. طب ده حاجة حلوة جدا. متخيلة؟ يبقى احنا بنتكلم على 2 بيضة نسجل. حلوة قوي. 7 حبات عنب عشان يتحرم من العنب خالص اهو. جميل جدا. طلع فيه سكر ولا هو هيفيدنا اهو. وبناخد بعد كده معاهم خضار سواء خيار او خس زي ما انا عايز. بس برضو بكميه معينه خيار او خس ولا واحده مثلا؟ حلو. امتى بقى الخضار يبقى بكميه صغيره؟ في حاله ان انا عندي مشكله مع القولون العصبي مش التقرحي. يبقى ساعتها ان انا هقلل من الخضار الورقي وهاخد الخيار او الفلفل وبلاش الورقيات بلاش الخس وبلاش البقدونس وبلاش الحاجات الورقيه. طب انا ما عنديش مشكله مع القولون لا هكتر لان الكالوري فيهم قليل وبيعتبر دايما في الار دي اي موصيا ان الخضار علشان فيه 20 كالوري بس كميته الكبيره دي فبيعتبر كسناكس از سناكس مش بيعتبر وجبه. از خس وجرجير ما بين الوجبات مثلا مفتوحه. طب حاجه حلوه مفتوحه جدا. يعني مش ان انا مقيد بيها. لو انا ما عنديش مشكله قولون يبقى ساعتها الكميه الخضار هنا لو انا ما عنديش مشكله قولون بيعاني من امراض ولا لا. بالظبط كده. نيجي بعد كده عندنا الوجبه الثانيه اللي هي السناك. ما ينفعش ان انا اقول ان انا اخدت فطار واستنيت لغايه الغدا. تمام. طب انا هشرب سوائل هشرب سكريات هشرب عصاير لا هاخد ليمون بالنعناع. حلو جدا. سكر ولا من غير؟ ليه بقى ليمون بالنعناع؟ علشان خاطر الجسم في الصيف محتاج المرطبات ما اضطرش ان انا اجيب مشروبات غازيه. الليمون بالنعناع بيبرد الجسم في فتره الصيف ومن الحاجات الملطفه اللي بتغير درجه حراره الجسم من الحاجات اللي بالنسبه لي فيها كالوري قليل جدا ويعتبر ماينس كالوري وبياخد من الجسم. فانا كده عملت عمليه ان انا لطفت الجسم في ليمون بالنعناع اخدته كسناك وفي نفس الوقت ساعدني في التخسيس. احط عليه سكر ولا من غير ولا عسل؟ احليه بايه؟ انا عندي الاضافات بالمحليات انا اقدر اضيفه بعسل النحل. بلاش السكر الابيض لان انا هعتمد على الفواكه بتاعتي وبلاش السكر الابيض في الموضوع الا ان انا هضيف معلقه واحدة بتاعت الشاي لو انا بشرب شاي او بشرب قهوة واخليها للمشروب بتاعي الاساسي الشاي والقهوة. طب لو انا ما بشربش شاي وقهوة عندي معلقة سكر اقدر اضيفها في الليمون بالنعناع. طب لو بشرب شاي وقهوة مشروب واحد بس ما بين الفطار والغدا يعني هو ليمون بالنعناع بس ولا مسموح لي في حاجة كمان؟ ما احنا هنيجي دلوقتي. طب ليه اخدنا ليمون بالنعناع كسناك
واعتبرناه سناك علشان يلطف الجسم ويبرد الجسم في فتره الشمس الشديده وفي نفس الوقت علشان يهيئ المعده لعمليه الهضم الثانيه في الوجبه الثانيه. وده كله هوصل للهاي كيرف لعمليه الميتابوليك في فتره الغداء اللي بنسميها المين كورس، الوجبه الاساسيه، الوجبه الاساسيه اللي عايزه مكنه شديده. انا بالنسبه لي هاخد فطار وفي نفس الوقت لازم تو سناكس، مشروب واكل. ايه بقى الاكل السناكس؟ جميل جدا. الوجبه الثانيه اللي بنسميها سناك الثاني بتكون عباره عن، عارفين الزبادو اكيد يعني، زبادي بالفاكهه. بس بلاش بالمواد الحافظه ده، في سكر كتير. احنا ننسى خالص ان انا اشتري حاجه من بره عشان ما انا ماشيه في الشارع فهجيب علبه زبادو من اي ثلاجه فيها سكر كتير. لا لو انا معايا الشيكر بتاعي او معايا التانك بتاعي او معايا ازازتي هعمل الزبادي واحط معاه بالخلاط واحط معاه الفاكهه بتاعتي. ايه الفاكهه اللي تنفع بقى مع الزبادي في المرحله الثانيه؟ وزبادي بقى لايت ولا زبادي عادي؟ ننسى فكره السكيمد والزبادي اللايت خالص، عايز زبادي عادي. عايز اقول لحضرتك ان للاسف من الحاجات اللي بتبقى مشكله كبيره فكره ان اخد خالي الدسم او اخد زبادي قليل الدسم. لا، انا كسرت الدهون وعملت لي مشاكل كبيره، انا اخد الزبادي بدسمه، انا عايز الدسم اللي فيه لان الجسم هيقدر يتعامل معاه. ايه الفاكهه اللي نحطها عليه؟ حلو، الراسبري بالنسبه لي او الفراوله او التفاح او الكمثرى او التين، دول الاربع فواكه اللي اقدر اضيفها في الفتره ديت علشان اهيئ المعده لعمليه الهضم والمعده تكون اشتغلت كويس في الغداء. يبقى هنكتب الوجبه الثانيه او السناك بتاعي عباره عن زبادي، الزبادي كامل الدسم ومعاه توت لو متوفر، معاه تفاح لو موجود، او بنتكلم على التين اللي هو سكره عالي مع الزبادي. يبقى ده كده ما نحطش سكر ولا عسل ولا اي لا حاجه خلاص. اعتمدت على السكر اللي ندخل بقى على الغدا عشان حلقتنا قربت تخلص. جميل جدا. نيجي بقى للغدا. الغدا بتاعي هناخد برضو البروتين، موجود لازم البروتين علشان خاطر العضلات. بنتكلم على الفراخ او السمك او اللحمه، مفيش مشكله لو هتبقى جريلد او تبقى في الفرن مفيش مشاكل. وبناخد السلطه بتاعتنا بقى، دي الميزه ان احنا بنضيف معاها فواكه. السلطه بتاعتي بضيف معاها يا اما رمان او بضيف معاها الصوص من الفواكه زي البطيخ او الرمان او حتى التفاح، بضيفه تاني في السلطه اللي موجوده في الغداء. السناك اللي ما بين الغداء والعشاء، احنا للاسف حلقتنا خلصت يا دكتور ايهاب. بنشكر حضرتك، هنتابعنا في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا، استنونا في حلقه جديده من يلا نخير.